50 60 65 يبقى المجموع 4665 جنيه. اعيد لحضرتك الحساب تاني. لا لا كويس، مش المهم انهم دفعوا المبالغ كلها؟ كل المأجرين دفعوا. كويس كويس، كل سنه وانت طيب يا خالد. وانت بالصحه والسلامه. طيب روح بقى ابعت لهم انذار بدل ما دفعوش. مين هم اللي ما دفعوش؟ يا اخي افهم، قلت لك روح ابعت لهم انذار وخلاص، بقى هم ما دفعوش، روح ابعت. طيب طيب. مش بتذاكر كويس؟ ايوه. استحيلك بقى. والله يا خالي انا عايز اطلب من حضرتك. تطلب ايه بقى؟ مصاريف الكليه، انا لسه ما دفعتش ولا قسط. ما دفعتش ليه؟ حضرتك قلت لي على القمح. انا قلت لك على القمح. طب يا اخي وانا هجيب لك منين؟ انت شايف المحصول السنه دي زي الزفت، المؤجرين ما دفعوش ولا مليم، ده انا على الحميد المجيد. اعمل معروف يا خالي، لو ما دفعتش المصاريف مش هدخل الامتحان. وانا قاعد على كل فلوس انا بسحبهم من تحت البلاطه. معلش فات الكتير وباقي القليل. بعد ما اشتغل هرد كل الفلوس اللي خدتها. انت عارف عليك كام دلوقتي؟ ما هو كله بالكمبيالات. كله بالكمبيالات. انت بقى طالب كام النهارده؟ 30 جنيه. يا 30 جنيه حتة واحدة؟ على العموم دي اخر فلوس هدفعها لك. روح ابعت لي الدشكاتب. متشكر. واكتب الكمبياله. اسمع وما تنساش تحط ورقه الدمغه. احمد الحمد لله على السلامه. انا لما لقيتك جاي جريت ولبست الفستان الجديد ده عشان اوريهولك. شيك قوي. عبده الاستاذ احمد هيتعشى عندنا الليله دي. يا ترى الطباخ عامل ايه؟ سركسيه وحمام مخلي ودندي. يا انتوا عاملين عزومه؟ كل سنه وانت طيبه الليله نص شعبان. صحيح. كل سنة وانت طيب يا أحمد. يا ترى لما تدعي هتطلب ايه من ربنا؟ أنجح في الامتحان. بس كفاية. تعرف أنا هطلب ايه؟ ايه؟ يحبني قد ما بحبه. مين؟ اللي بحبه. وهطلب حاجة كمان، لما نتجوز نقضي شهر العسل في باريس. الله، مالك يا أحمد؟ مفيش حاجة. أمال بتبص في الساعة ليه؟ أصلي مضطر أنزل مصر. غريبة، ده أنت جايب شنطة هدومك معاك. كنت ناوي أقعد يومين ثلاثة، لكن نسيت الكتب. يا سلام، أنت هتموت نفسك في المذاكرة. الامتحان قرب. طيب، معلش، السواق يروح يجيبه. سايب زملائي لوحدهم، وأنت عارفة الليلة موسم. معلش عن إذنك. لا مش هسيبك. أصل زملائك دي مش حجة. معلش. لازم في حاجة تانية. معلش أستأذن أنا. أحمد. كل سنة وأنت طيب. مساء الخير. الله مالكم؟ ايه اللي جابك؟ وحشتوني. لا يا شيخ مش قادر على بعدكم ابدا. مين؟ احنا؟ ايوه انا بحبكم قوي. حبيتك العم. طول ما انا بعيد عنكم صورتكم ما بتفرقش خيالي. سلامتك. قول وجراله ايه؟ لازم عيال. تعرفوا يا اولاد الحكايه مش بالفقر ولا بالغنى، المهم الواحد يعيش ويا ناس قلبه يستريح له. ايوه كده يا اخويا، خلي لنا تبقى حلوه، واقف قدام الصفرة مستنيين ايه؟ تحت امرك.